يسعد صباحك سلمى. يسعد صباحك فرح. كيفك مع البردات اليوم؟ غير شكل مبوزة. أكيد سلمى بلشنا نفوت بالشتوية وبهذا الجو البارد، إن شاء الله يا رب يكون خير على كل الناس ويحمل معه انفراجات قريبة. شفنا قد إيه كان المطر حلو سلمى بالأيام الماضية، قد إيش كانت كل الناس يمكن عم تدعي بهذا المطر إنه يكون الأيام الجاية كلياتها خير وبركة وانفراجات. صحيح أيام صعبة بس إن شاء الله يا رب دائما بنقول بكرة حيكون أحلى، وبدينا نهارنا أكيد مع دعوات كثيرة إنه يكون نهارنا مليء بالخير. ساعة وربع من الوقت مع ضيوف أختصاصيين مختلف النواحي الطبية الاجتماعية والنفسية. وبدي أرجع لك سلمى صباحك عن جديد. يسعد صباحك فرح، وصباح الخير لكل مين انضم لنا برحلتنا الصباحية. إن شاء الله يا رب هاي الأيام تكون كلياتها خير عليكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. محطاتنا الصباحية رح نبداها ونصبح عليكم بغنية. بلد الشام وأهل الشام عنوان ترابك يا شام. بلدي بلدي. بلد الشام وأهل الشام عنوان ترابك يا شام. بلدي بلدي. شام المنهل زند المشعل. شام المنهل زند المشعل. عربي الماضي والمستقبل. عربي الماضي والمستقبل. شام عربي الماضي والمستقبل. عربي الماضي والمستقبل. شمسي وتلجي سهري ومرجي سيف جدودي ودمع خدودي كرمال ترابك يا شام. كرمال ترابك يا شام. شام بوابة حراب حراب ما بيتسكر فيها باب. شام بوابة شمسي وتلجي زهري ومرجي سيف جدودي ودمع خدودي كرمال ترابك يا شام يا شام يا شام يا شام يا شام. أما هلأ سلمى متوجهة لمحافظة السويداء، وضمن أيام الثقافة السورية أقامت مديرية الثقافة بالسويداء مهرجان التراث الشعبي اللامادي الثامن، والذي ضم العديد من النشاطات والعروض المسرحية. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي. ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية أقامت مديرية ثقافة السويداء مهرجان التراث الشعبي اللامادي الثامن الذي ضم العديد من النشاطات والعروض المسرحية، وذلك إحياء للتراث الشعبي. مهرجان التراث اللامادي الشعبي الثامن يقام في مديرية ثقافة السويداء ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية المقامة باحتفاليات بمديريات الثقافة على مستوى القطر، والتي اختارت لها وزارة الثقافة لهذا العام عنوان الثقافة تراث وإبداع. حرصنا أن نوائم ما بين التراث والحداثة والإبداع، أن نقدم التراث بشكله الإبداعي الجديد. دائما مديرية الثقافة بتقيم هذا المهرجان إحياء للتراث الشعبي. هناك حلة جديدة في هذا العام ونخبة من الباحثين والكتاب، أيضا هناك عنصر التراث اللامادي العطفة. واجب علينا أن نعمل على تطوير التراث وأن نقدمه بصورة أكثر حداثي أكثر قرب للناس. طبعا ضمن أيام الثقافة السورية اللي بتقيمها وزارة الثقافة كان هذا العرض تناول موضوع العطفة يعني بشكل تاريخي. تعمل مديرية ثقافة السويداء وعبر نشاطاتها المتعددة على إحياء التراث الشعبي للمحافظة والتعريف به وأهميته، وذلك من أجل الحفاظ على هويته من محاولات التشويه المتعمدة التي تطال التراث السوري بشكل عام وتراث المحافظة بشكل خاص. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء. ما هلا رح نبلش اولى محطاتنا فرح، ورح نحكي عن المساحه الطبيه. وعاده بنسمع مصطلح جفاف العين او انه العين
ما فيها دمع. وخلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع، مين ممكن ينصاب بهذا الشيء وشو الأسباب اللي بتؤدي لجفاف العين، وهل المرطبات اللي ممكن تستخدم من القطرات هي كافية أو لا، في مسبب لازم نعالجه بالبداية؟ كل هالتفاصيل رح يحكينا عنها الدكتور باسل إبراهيم، وهو الاختصاصي بطب العيون. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. صباح الورد. يعني لما بنحكي عن جفاف العين شو نقصد بهذا المعنى، هو هل المصطلح دقيق فعلا بجفاف العين؟ تمام. هلا جفاف العين او العين الجافة هو مصطلح بدل على تغيرات بتصير بإفراز الدمع، بتخلي الدمع غير قادر على اعطاء العين ترطيبه بالشكل الكافي بالشكل اللازم. طبعا الموضوع له درجات كثير، بس هو الفكره انه هو من الامراض الشائعه جدا يلي كان بالعاده كثير شائع عند الناس الكبار بالعمر، بس هلا صار يشمل شريحه اكبر من الناس لاسباب هلا رح نحكي عنها. بهم نحكي انه الدمع تفرزه العين تقريبا يوميا بحدود 2 لتر بكل 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 عين، طبعا خلال 24 ساعه. له وظائف كثير هامه الدمع. الدمع مهم جدا للرؤيه النقيه لانه هو اول الاوساط الكاسره بالعين. الدمع بيامن ترطيب واريحيه حركه العين عند الانسان. الدمع بيحوي على الضاد، بيحوي على مضادات حيويه لحمايه العين ووقايتها من الميكروبات والاوساخ والغبار اللي بيفوت جواتها. العين مهم جدا لتغذيه القرنيه لانه القرنيه مثل ما بنعرف ما فيها أوعية دموية، فبتاخذ تغذيتها من الدمع يلي موجود فوقها. فالعين الجافة هو من أحد الأمراض الشائعة جدا، لا ممكن أنا أحكي من الأمراض الشائعة كثير بالوقت الراهن لأسباب كثير. كان مثل ما حكينا احنا أكثر شيء شائع عند الناس اللي أعمارهم فوق 40-50 سنة. هلا عم نشوف أطفال وشباب عم بيعانوا من هي الإشكالية، وصراحة مشاكلها الكثير كبيرة من انزعاج وتعب وقت التركيز وإلى آخره. طيب دكتور، هلا عم نشوف كثير ناس عم بيكون يمكن القعده وراء اجهزه الموبايل او الشاشات عم تخلي عندهم جفاف للعين، والاغلبيه عم ينوصف لهم اللي هي قطره الدمع. تمام. اللي هي بديله الدمع، هل هذا هو السبب اللي هلا عم نشوفه دارج او في اسباب اخرى؟ صراحه كانت الاسباب من زمان هي لها علاقه بنقص افراز الدمع اللي بصير عند الناس اللي فوق ال 40 او 45 سنه او 50 سنه. هلا احنا عم نلاقي نمط الحياه الحديثه سواء بالقعده وراء الكمبيوتر او العمل على الأجهزة الذكية لفترات طويلة عم تعمل نقص بإفراز زيادة بتبخر الدمع. البني آدم الطبيعي تقريبا بيرفع عينه بحدود 15-16-20 مرة خلال بالدقيقة. يعني الإنسان اللي بيكون مركز لفترات طويلة تقريبا عدد المرات بيقل ل4-5 مرات، فهذا الشيء بيساهم إنه الدمع يتبخر. احنا الدمع مكون عندنا من 3 طبقات. الطبقة الأساسية هي الطبقة المائية بتشكل تقريبا 70%، وفي عندنا طبقة ملاصقة للقرنية بتغذي القرنية هي الطبقة المخاطية بنسميها، والطبقة الخارجية هي بنسميها الطبقة الدهنية. انه شو فائدة هالطبقة الدهنية اللي عم نحكي عنها؟ هي الطبقة بتساهم انه الدمع ما يتبخر. يعني احنا لو ما كان فيها الطبقة هي، كان الانسان بمجرد ما فتح عينه على تماس مع الهواء دغري هي المي بتنشف، يعني مثل المي اللي موجوده مثلا على البلور مباشره ما تعرضت لهواء او تعرضت لجفاف مباشره بتنشف. لا، العين مزوده بطبقه هي الطبقه الدهنيه بتكون على سطح الدمع، فهي اللي بتحافظ على الدمع وعلى ترطيب العين لفتره اطول. الجلوس على هي الشاشات والجلوس قدام الاجهزه الذكيه لفترات طويله بيساهم بنقص الرفيف وبيساهم بزياده تبخر هذا الدمع، وبالتالي الاعراض اللي رح نحكي عنها بعد شوي لاعراض جفاف الدمع. فصارت هي نسبه كثير مهمه صراحه، وصار النسبه الاهم ما هي نسبه المرضى الكبار ونقص الافراز الدمع، وانما هي صارت زياده التبخر اللي عم بتصير عند الشباب وعند الصغار. الدكتور ركزت على اهميه ملاحظه الاعراض، خلينا نعرف شو هي الاعراض. العمر ممكن يكون له علاقه او لا، هي نمط الحياه الخاطئ. تمام. هلا بالنسبه للاعراض جفاف الدمع هي تقريبا مشتركه بين السببين، يعني احنا حكينا اسباب متعدده او سببين اساسيين لنقص الدمع، ولكن الاعراض مشتركه تقريبا. هلا مثل ما حكينا احنا انه الدمع بيامن ترطيب ما بين القرنيه والجفن، فاحنا لما يصير في نشفان بالدمع بصير في احتكاك متواصل ما بين القرنيه والجفن، فبصير في عندنا حرقه، بصير في عندنا احساس بجسم غريب، بحس الواحد انه في مثل الملح او التراب جوات عينه، بصير في احمرار لانه العين مقاومه للميكروبات، فاذا كان في عندنا احنا غبره مثلا او ميكروبات وما في دمع فبصير في ارتكاس للعين تجاه هي المواد، بصير في حتى كمان تشوش بالرؤيه لانه العين بتعطينا صفاوه كمان للرؤيه مثل ما حكينا، بصير في تعب وقت التركيز، المريض ما بيقدر يفتح عينه فتحه يعني اعراض مزعجه كثير دكتور. يعني الاعراض
الأعراض كثير مزعجة، جدا مزعجة صراحة. وللأسف أنه ما في يعني في بعض الحالات علاجها بيكون سلوكي أكثر ما يكون علاجها بالأدوية. يعني خاصة لما إحنا نشتغل على الكمبيوتر لفترات طويلة، حتى استخدامنا للأطرات قد يكون ماله كافي، لأنه إحنا بدنا نعدل العمل، بدنا نعدل السلوك، بدنا نخفف من الجفاف اللي بيكون بسبب زيادة التبخر تبع الدمع. فهي الأعراض كلها مزعجة، ولكن علاجها مع شوية تعديلات سلوكية مع علاج صحيح إن شاء الله بتكون يعني ما في خطر فينا نقول. بالحالات العامة بشكل عام لا، ما في خطورة من جفاف الدمع، ولكن بالحالات المتقدمة ممكن يصير في جفاف دمع شديد، تعمل سحجات قرنية والتهابات قرنية متكررة، ولكن هي الحالات قليلة نوعا ما يعني. طب دكتور خلينا نحكي شوي، اليوم الأعراض اللي حضرتك حكيت عنها بتتشابه شوي أحيانا مع الأعراض الحساسية. تمام. فكيف فينا نميز، وخصوصا في ناس كتير بالمواسم بيصير مع حساسية، وفي ناس دائما عندها حساسية عين والجفاف قريب شوي ببعض الأعراض. تمام. هلا يعني صراحة في عنا أعراض مشتركة جدا بين التهاب الملتحم التحسسي وبين جفاف الدمع، من حرقة، من حكة، من إحساس جسم غريب، العين الوردية، المفرزات المخاطية أحيانا بتطلع على زاوية العين. صراحة هي التمييز بشكل أساسي بيكون سريري، يعني بيكون عن طريق الطبيب، لأنه العلاج مختلف بين الحالتين. يعني إحنا بعض حالات جفاف الدمع أو حالات جفاف الدمع بكفيها أطرات مرطبة أو مثل ما حكينا زيادة الرفيف أحيانا باختلاف الأسباب. لا، حالات مرتهبة التهاب الملتحم التحسسي ممكن نحتاج إحنا أطرات كورتيزونية خفيفة، مضادات للحساسية. فأحيانا المريض بياخد أدوية وما عم بيتحسن عليه، لأنه بالأصل بيكون التشخيص غلط، يعني ما بيكون تشخيص حساسية، ممكن يكون جفاف دمع أو يكون بالعكس. فلذلك هذا الموضوع سريري بشكل أساسي، واللي بيقيمه الطبيب أكثر من المريض. دكتور حكيت أنه بحالات بسيطة خلينا نقول ممكن يصير مضاعفات بتؤدي للخطورة، خلينا نحكي شوي هي المضاعفات، وهل إهمال هي الأعراض اللي حكينا عليها ممكن يؤدي لهي المضاعفات؟ تمام. هلأ إحنا مثل ما حكينا بالحالات البسيطة أو حالات يعني نقص الدمع بنقص إفراز الغدة الدمعية بيكون العلاج بسيط، له علاقة يعني أو بشكل تأطير مرطبات، وهي المرطبات دائما أنا بركز تكون خالية من المواد الحافظة، لأنه الأطرات اللي فيها مواد حافظة ممكن تعمل حساسية أحيانا، فالمريض يعني بيكون ارتاح من الجفاف ولكن عانى من حساسية من المواد الحافظة. لا، أحيانا بيكون في عنا جفاف ناجم عن زيادة التبخر أو مثلا التهاب بالغدد الجفن، هي ممكن تعمل لنا مشاكل ما تنحل على أطرات الترطيب، هي بتحتاج لعلاج السبب. يعني إحنا التهاب، ولو بدي أعرج على موضوع التهاب غدد الجفن، هو سبب مهم كتير لجفاف الدمع، بيكون السبب تبعه هو قلة أفراز المادة الدهنية اللي بتفرزها غدد الجفن اللي هي غدد ميبوميان. علاجه ما بيكون بأطرات الترطيب، لأنه أنا بالأصل ما في عندي هالطبقة الدهنية اللي تحافظ على الدمع. فأنا بهالحالة بدي حاول رجع الغدد لإفرازها الطبيعي عن طريق كمادات دافية تحسن التوعية الدموية وتحسن الإفراز تبع هي الغدد. في جهاز جديد نازل اسمه جهاز الإيلايتس، هذا الجهاز بيعمل على النبضات الضوئية بتركيز عالي على هي الغدد. احنا منطبقها على الغدد بفاصل تقريبا 3 جلسات بفاصل 2 إلى 4 أسابيع، هي بتحسن كمان من أداء هي الغدد، بتحسن من أداء الغدد الجفن غدد ميبوميان، وبالتالي بتحسن من جفاف الدمع. المرضى يلي عم بيشكوا من جفاف دمع متكرر أكثر عرضة لالتهابات الملتحمة، أكثر عرضة لسحجات القرنية، بس مثل ما حكينا هاي الحالات بالعادة ما منوصل لها، لأنه المريض الإزعاج اللي بيشكي منه صراحة بيخليه دائما يروح للطبيب إذا ما استفاد على أطرات الترطيب أو الأطرات اللي هو عم بياخدها. مثل ما حكينا حالات الجفاف إذا المريض عم بياخد أطرات التهاب وعم بياخد أطرات كورتيزون فهو ما رح يتحسن، فهو غالبا ما بيجي على الطبيب وبيشكي له أنه أنا عم باخد أطرات وما عم بستفيد. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم عن الوقاية، هل في إمكانية أنه نحن نوقي الشخص من جفاف العين، ولا في ناس أصلاً عندها قابلية؟ مثل ما بنعرف بيقولوا في أشخاص عندها قابلية أكثر لأنها تنصاب ببعض الأمراض. تمام. هلأ إحنا عوامل الخطورة أو الناس أصحاب الخطورة العالية لجفاف الدمع بشكل أساسي هن اللي أعمارهم فوق 50 سنة، هدول بيكون في عندهم نقص بإفراز الدمع. النساء أكثر من الرجال بنسبة تقريبا الضعفين للضعف، لأنه في عنا تغيرات هرمونية بفعل الحمل، بفعل سن الضهي، بفعل حبوب مانعات الحمل، أحيانا هي كلها بتلعب دور.
في عنا المدخنين كمان كتير أكثر عرضة من غيرهم مشان جفاف الدمع. التدخين بيلعب الدور بجفاف الدمع بشكل مباشر وغير مباشر، يعني الدخان بحد ذاته، الدخنة تبع الدخان تعمل جفاف دمع وزيادة تبخر، بالإضافة لأنه الدخان بيزيد لزوجة المفرزات وبالتالي بيزيد من إغلاق غدة الدهنية اللي هي بالأصل عم تعطي طبقة دهنية للدمع. عنا اللي بيشتغلوا على لفترات طويلة على أجهزة الحاسب كمان أكثر عرضة من غيرهم، فلذلك احنا بناء على السبب ممكن نشتغل. بعض المرضى اصلا اللي في عندهم امراض مزمنه مثلا مثل مرضى السكر، مرضى الضغط اللي عم بياخذوا خافضات الضغط، موانع الحمل مثل ما حكينا، مرضى قصور الدرق، مرضى الروماتيزم، هدول المرضى كلياتهم معرضين اكثر من غيرهم. فلذلك ضبط الحاله الجهازيه اذا كان في عندنا حاله مرضيه، ضبط الحاله المرضيه وضبط الحاله الجهازيه بالاضافه الى العلاج العرضي باخذ القطرات المرطبه الخاليه من المواد الحافظه ممكن يساعد بالوقايه من هذا الموضوع. دكتور، كثير من الصبايا والشباب اليوم عم يلجأوا لعمليات الليزر لتصحيح البصر في حال تعرضوا كمان لجفاف العين. تمام. هل ممكن تكون الخطورة هون مضاعفة؟ تمام. آلية الاستطباب ممكن تكون نفسها أو لهم يمكن آلية منفردة؟ تمام. هلأ عمليات الليزر أو تصحيح النظر بتعمل أذية بأعصاب القرنية بس بشكل مؤقت، يعني بين تقريبا شهر والست شهور. إحنا أعصاب القرنية بتلعب دور أساسي بإفراز الدمع، فبصير في عنا عند هدول المرضى نقص بإفراز الدمع ولكن بشكل مؤقت، يعني بينحل على القطرات المرطبة تقريبا شهر إلى ثلاثة شهور بتكون مشكلتهم إن شاء الله انتهت. فهي مشكلتهم مؤقتة، ما لها مشكلة الناس اللي عم ياخذوا أدوية مزمنة، ما لها مثل الناس اللي أعمارهم كبيرة أو في عندهم مشاكل مزمنة تخلي عندهم نقص الدمع بشكل مزمن. فبالعادة شكاياتهم أقل وبتنحل إن شاء الله على القطرات الترطيب. دكتور، خلينا نحكي كمان، بلشنا حديثنا اليوم وقلنا انه في اسباب احيانا ترتبط بالمواسم، يعني مثل هلا بالشتاء بنسمع في كثير ناس بيعانوا من جفاف العين او جفاف الدمع بسبب فصل الشتاء، هل هو يعتبر مرض بيتفاقم بفصل الشتاء؟ تمام. هلا صراحه فصل الشتاء هو من الامور اللي بتفاقم جفاف الدمع لاسباب عده. اول شيء بفصل الشتاء في عندنا الهواء البارد بيعمل زياده بالجفاف. الشغله الثانيه بالشتويه كلياتنا بنقعد ببيوتنا اكثر، بنشتغل على الـ يعني على الاجهزه الذكيه اكثر، بنتعرض لمصادر حراره جافه اكثر، سواء كان مكيفات ولا مدافئ، هذا كلياته بيساعد على الجفاف. قله الوارد كمان من الماء كمان هذا الشيء بيلعب دور كثير كبير، يعني المرضى اللي اذا عم نحكي عن افراز 2 لتر دكتور، يعني كميه كثير كبيره، يمكن اغلب الاشخاص ما بيعرفوا انه 2 لتر ممكن تفرزها العين، هي كميه كثير كبيره، فقد الوارد لازم يكون لحتى بالضبط يكون الاطراح بهذا الشكل. تماما. هلا هو دائما الموضوع الافراز متعلق بموضوع الوارد، يعني احنا كل ما دخلنا على جسمنا كميه اكبر كل ما كان الدمع اصلا صحي وكل ما كان الافراز سليم اكثر. هلا لما يكون الافراز اقل اكيد راح يكون، لما يكون عفوا الوارد اقل راح يكون افراز الدمع اكيد راح يكون اقل. فهي الاسباب، هي الاسباب اللي بتخلي بالشتاء تكون الـ يعني الجفاف، حاله الجفاف تتفاقم اكثر وشكايات المرضى صراحه بتكون اكثر. بنوصي بهالحاله احنا المرضى لما يكونوا قاعدين بجو مغلق شوي انه يزيدوا معدل الرطوبه، يعني اذا كان مكيف مثلا ممكن نزيد معدل الرطوبه، اذا كانت مثلا مدفاه ممكن نحط عليه اناء مثلا فيه مي مثلا، ممكن ترطب الغرفه شوي، نزيد مثل ما حكينا الوارد المائي، القطرات المرطبة عند اللزوم، نخفف القعدة بأماكن اللي فيها التدخين لأنه هذا العبق هذا كلياته بيزيد من تبخر الدمع. الناس اللي عم بيشتغلوا على الكمبيوتر لفترات طويلة خاصة هلا بالشتوية، يعني قاعد بشغله بيطول لفترات طويلة، نخلي فترات راحة، يعني كل فترة نص ساعة ثلاث أرباع ساعة ممكن نريح له خمس دقائق. نعود المريض دائما على الرفيف الكامل مو الرفيف الجزئي، يعني المريض هالرفة هي ما بيمشي حالة، بده يرف بشكل كامل لحتى يفرش الدمع على كامل العين. يخلي دائما المستوى اللابتوب أو الكمبيوتر تحت مستوى النظر شوي، لأنه أنا لما يكون فوق عيني يعني بفتح عيني أكثر فمستوى التبخر بيكون أكثر، أما لما يكون تحت مستوى العين بيكون مستوى التبخر أقل. يعني في أغذية معينة منصوح فيها، أغذية فيها أوميغا 3، أغذية فيها فيتامين آ، هي كلياتها بتساعد كمان بالحفاظ على صحة العين وبالحفاظ كمان على مستوى الدمع بالعين. دكتور، لما بنحكي نحن عن الفصول، يمكن كل فصل رغم جماله خلينا نقول لكن بيحمل معه كمان بعض الأمراض مثل ما قلنا اللي بتتفاقم بفصل الشتاء. خلينا نحكي عن أبرز الأمراض اللي ممكن نشوفها بفصل الشتاء بما يخص العين. احنا حكينا عن موضوع جفاف الدمع وليش بيزيد جفاف الدمع بفصل الشتاء، أنا بس حابب نوه على الأمراض الفيروسية اللي
الجينية المرافقة للأمراض الفيروسية الصدرية. هلا احنا في عندنا فيروس مهم جدا بالعين اسمه فيروس الأدينو فيروس. هذا الفيروس بيرافق بالعادة حالات النزلة أو حالات الجريب أو حالات التهاب الطرق التنفسية العلوية، بيشكي المريض عادة اللي بيكون في معه جريب مثلا أو التهابات صدرية فيروسية، بيشكي من احمرار بالعين، عين وردية، مفرزات تكون لزجة مخاطية، أحيانا بيكون بعين أحيانا بيكون بعينتين، بحس أحيانا إحساس بجسم غريب جوات العين. فهذا كلياته بيوجه للالتهاب الملتحمة الفيروسي. خلينا نذكر شوي لما كنا نحكي عن أعراض الكورونا فيروس الكوفيد 19، كانت واحدة من الأعراض هي العين الوردية، إنه في مرضى راجعوا العيادات أو راجعوا المشافي بعين وردية، وهي كانت أحد الأعراض البادرية للكورونا فيروس. فالأمراض الفيروسية ممكن يعني تبدأ بالالتهاب الملتحمة الفيروسي. طبعا هذا العلاج مثل علاج أي مرض فيروسي محدد لذاته بالعادة، خلال أسبوع لعشرة أيام 14 يوم بالكثير بيروح، بده علاج عرضي ترطيب وبده كمادات باردة. المرض اللي أنا حابب ركز عليه وهو الأخطر صراحة واللي ممكن يعمل لنا مشاكل بصرية دائمة هو أو الفيروس الثاني هو فيروس الحلق أو بنسميه فيروس الهربس. هذا الفيروس بالعادة بالأحوال العادية بصيب كثير من الناس، ولكن بيكون هاجع بالعقد العصبية. لما يصير في عنا تغيرات بدرجات الحرارة، يصير في برد، ممكن هذا الفيروس يتفعل من جديد ويصيب الملتحمة وممكن يمد للقرنية. هلأ ما دامه بالملتحمة قلنا علاجه عرضي ما في مشكلة، بيروح خلال أسبوع لأسبوعين، ولكن إذا مد على القرنية هذا بيعمل أعراض شديدة، ممكن يعمل تشوش بالرؤية، وإذا ما تعالج بشكل صح يعني هذا ممكن يعمل تغيرات دائمة بالرؤية. وهل هو معدي هذا المرض؟ الأمراض الفيروسية بشكل عام معدية، والتهاب الملتحم الفيروسي معدي جدا وشديد السراية. يعني بمعنى أنه ممكن شخص واحد يعدي البيت كلياته. لهيك احنا بنركز أنه لما يكون المريض عنده التهاب فيروسي أغراضه الشخصية لحاله، ما نقول أنه يعزل حاله، ولكن قدر الإمكان يخفف الاختلاط مع الناس اللي حواليه، يكون كتير مهتم بموضوع أغراضه الشخصية، منشفته وبشكيره ومخدته لحال. لازم دائما يتعالج كمان الجريب او يتعالج الاعراض النزله بشكل باكر، لانه هي مرتبطه بالاعراض الفيروسيه العينيه. كثير بركز على انه مجرد ما صار في عنا احنا جريب وصار في عنا اعراض عينيه لازم نراجع الطبيب، وما ناخذ اطرات لحالنا او اطرات من الصيدليه، لانه في كثير مرضى عم بيجوني للاسف يعني أخذين أطرات كورتيزون وهن في معهم التهابات بالقرنية فيروسية، وزادت هاي الحالات وتركت ندبات بالقرنية، وللأسف وقفنا عاجزين إلا قدام زرع القرنية لحتى تتحسن الرؤية. نعم يعني دكتور معلومات كثير مهمة اليوم، نتمنى الكل يكون استفاد منها. بدنا نشكر وجودك معنا أكيد، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. نشكركم كثير والله يعطيكم ألف عافية. كل الشكر لك دكتور، وبقية نهار حلو لإلك. شكرا كثير لكم الله يعطيكم ألف عافية. أما هلا مشاهدينا صار الوقت لحتى ننتقل إلى غرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية العربية المحلية والعالمية مع زميلتنا شيرين. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى، صباح الخير فرح. مشاهدينا موجز لي أهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أقرت قوات الاحتلال الأمريكي بأن هجوما بالقذائف الصاروخية استهدف قاعدتها في منطقة الشداد بريف الحسكة الجنوبي. قوات الاحتلال الأمريكية التي تقود ما يسمى التحالف الدولي المزعوم لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في بيان لها أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا في قاعدتها في منطقة الشداد بريف الحسكة الجنوبي دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي خامنئي أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات لاستهداف سوريا وغيرها من دول المنطقة بسبب مواقفها المبدئية، ولكن مخططاتها باءت بالفشل. وقال خامنئي خلال استقبال حشدا من قوات التعبئة بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبي في إيران، قال إن الجبهة الاستعمارية الغربية تتخذ نهجا خاصا تجاه غرب آسيا لما لها من أهمية ولمصادرها النفطية، كون النفط هو أهم عامل في حركة العجلات الصناعية للغرب.
قتل مستوطن إسرائيلي ثان متأثرا بإصابته من جراء العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة قبل 3 أيام ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وذكرت وسائل إعلام العدو أن مستوطنا ثانيا قتل متأثرا بإصابته بالانفجار الذي وقع قرب محطة الحافلات المركزية عند مدخل مدينة القدس من جراء عبوة ناسفة زرعت في المكان وأسفرت حينها عن مقتل مستوطن وإصابة 19 آخرين بينهم حالات حرجة. وفي خبرنا الأخير صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن أوهام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالانتصار واستعادة جميع الأراضي التي حررتها روسيا بما فيها شبه جزيرة القرم ستبوء بالفشل. وأضاف لافروف أن النهج الذي سار عليه زيلينسكي هو نهج هجين من صنع الغرب الذي يوهمه اليوم بأنه قادر على الانتصار واستعادة جميع الأراضي التي حررتها روسيا بما فيها شبه جزيرة القرم متناسيا تاريخها الروسية. ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك زميلتنا شيرين، واكيد مكملين بباقي فقرات صباحنا لليوم. سلمى، كثير عم نسمع بالفتره الاخيره عن مفهوم صعوبات التعلم، فهذا الشيء قديش عم يعمل حاله يمكن خوف وتوتر عند الامهات بكثير من الاوقات. صحيح فرح، ويمكن بالبدايه بتبلش الام تتلبك ما بتعرف شو المشكله الحقيقيه اللي عند ابنها. في كثير ناس اول ما بتشوف ردات فعل غريبه عند الطفل بتميل للتوحد وبتخاف انه هو يكون مصاب بالتوحد، مع انه في اختلاف ب خليني اقول تفاصيل المرض او الاعراض. ممكن يكون هي مشكله بسيطه، صعوبات التعلم ممكن نشوفها بصعوبات بالقراءه او باللفظ او غيرها من المشاكل الاخرى، ولكن تحديدا كيف ممكن نتعامل مع الطفل اللي عم بيعاني من صعوبات التعلم. كل هي التفاصيل رح تطلعنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الاستاذه رانيا زين الدين، وهي ماجستير بصعوبات التعلم بباريس. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. مساكي صباحك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اليوم عم نسمع بالفتره الاخيره بشكل كثير كبير عن صعوبات التعلم، خلينا نكون شوي دقيقين ونعرف هذا المفهوم شو بيعني وقد هي نسبه انتشار هذا الاضطراب. هلا مفهوم صعوبات التعلم هو مفهوم كثير جديد، يعني بالنسبه للمفاهيم يعني تقريبا طلع بال 1937 اول مره استعمل مفهوم الديس. الديس اللي هو عسر، كلمه جايه من اليوناني تعني الصعوبة أو عسر. وطبعا إلى أنواع كثيرة، في عصر القراءة، في عصر الكتابة، في عصر العمليات الحسابية، في عنا حتى عصر الكلام. طفل بيكون عنده مشكلة أنه يتأخر كثير بالكلام مع أنه مستوى الذكاء عنده عادي ومتوسط وفوق المتوسط، وبس عنده خلل بيؤدي انه ما يقدر ياخذ المعلومات بشكل صحيح، ما يقدر يتعامل مع المعلومات اللي عم نعطيها بشكل صحيح، ويصير عنده دائما تاخر بالقدرات التعليميه والنمائيه. طب استاذه رانيا، خلينا نبلش ونحلل هيك القصه، كيف بنعرف انه الطفل اصلا معه صعوبات تعلم؟ شو هي الاعراض الواضحه مثل ما بيقولوا اللي بتقدري تفصلي فيها بين هي المشكله وغيرها من المشاكل؟ هلا بشكل عام صعوبات التعلم على العالم عم تكتشفها لما الولد يروح على المدرسه. بس المفروض الام اذا عندها اولاد قبل او اولاد يعني معاشره اولاد تقدر تكتشف انه ابنها متاخر عن الاولاد اللي بالمحيط تبعه. مثلا عندنا مثلا الولد اللي عنده صعوبات تعلم دائما بيميل انه مثلا ما يمسك القلم، ما بيحب يعمل نشاطات تلوين، ما بيحب اي امر بتعطيه ما بيسمعه، بتقول لك ابني طايش، ابني متاخر. يعني دائما نحن بنعطي دائما بنسند لشيء ثاني، والله لانه بيحب اللعب، ما بيحب اللي يدرس، لانه لا، في شغلات الولد لازم يكون عنده فضول يعملها. بقى لما ببلش يتاخر بكل هدول المواضيع لازم الام تحس انه في شيء متاخر، تاخر بالحكي. دائما اللي عنده صعوبه تعلم بيتاخر بكل شيء، بيتاخر بشكل عام بالمشي، بيتاخر بالحكي، بيتاخر حتى بالتواصل.
يكون عنده أبطأ من ولد من عمره. هلا دائما استاذ رانيا بنقول نحن الوعي وإدراك المشكلة هي يمكن أول وأهم طريقة لإدراك الحل والسير بهذا الطريق. لما بتكون الأم على هذا القدر من الوعي أو الأب أو أي حدا من أفراد العائلة على قدر الوعي بمشكلة ابنه، مشكلة صعوبات التعلم، قديش هون يمكن نحن منخفف شوي من المشكلة ومنبلش الحل خطوة بخطوة، كل ما اكتشفنا أبكر كل ما كان يمكن الحل أسرع. تمام، هو كتير مهم بمشكلة صعوبات التعلم والتشخيص المبكر، يعني كل ما كان التشخيص مبكر كل ما قدرنا نساعد الولد أكثر. بقى الوعي مزبوط، الأم لازم هلأ صار الإنترنت موجود وتقدر تبلش تدور إنه الولد بعمر هاد شو لازم يكون قدران يساوي. إذا متأخر دائما ناقص زائد 6 أشهر، إذا تأخر عن 6 أشهر معناتها بلش يصير عنا مشكلة. هلأ المشكلة الثانية اللي أنا بعانيها شخصيا مع الأهالي هي الاعتراف بالمشكلة. يعني نحن عنا مشكلة إنه أنا ابني ذكي بس دائما بتعطيه العذر، لما بتعطيه العذر أنت ما تدوري عن الحل. بقى دائما لازم نقول انا عندي مشكله وبدي الاقي الحل، وانا ملزمه كأم اني التزم مع ابني بالحل. ودائما انا بقول يعني بما انه نحن ببلد يعني ما عندنا كثير امكانيات وعندنا كثير البنيه التحتيه تبع صعوبات التعلم، الام كثير مفتاح مهم بحل المشكله. وطبعا في عندك المؤسسه التعليميه، عندك اخصائيه التخاطب، عندنا الدكتور النفسي التربوي اللي بيساعد كثير بهذا الموضوع. وهذا كله يعني هي حلقه كامله، بس الام هي اهم حلقه بالقصه. طيب استاذه رانيا خلينا نحكي اليوم في كثير انواع من صعوبات التعلم، شو هي انواعه وقديش بتختلف شدتها؟ يمكن بنشوف في مثل ما قلتي اماكن بيكون في نوع اكثر موجود فيها، طبعا البيئه بتلعب دور. هلا صعوبات التعلم في لها انواع كثير، قلت لك هي الديسلكسي اللي هي عسر الكتابه، عسر القراءه عفوا، ودائما بتكون اللي عنده عسر قراءه عنده عسر الكتابه، دائما عاده مربوطين هدول الاثنين بالذات مرتبطين ببعض، لانه اللغه هي عباره عن شفره، يعني كل حرف هو شفره، لما نحن بنجمع الحروف بتصير عندنا كلمه، الحرف له مربوط بصوت. بيكون عنده الولد مشكلة بربط الشكل وبالصوت، يقدر يطلع الشكل والصوت سوا. بقى هي عنا نوعين كتير مهمين، عنا الديسفيزيا اللي هي عسر الكلام، وعنا الديسكالكولي اللي هو عسر العمليات الحسابية، وعنا الديسبراكسيا هو عسر الحركة. في عنا أولاد غير قادرين يعملوا حركات مترابطة، ما بيقدروا يلبسوا لحالهم، ما بيقدروا يعملوا تمارين رياضية، ما بيقدروا، يعني هو هذا بحر طبعا. وفي شيء اسمه في درجة بتختلف عن درجة، يعني في عنا أولاد مصابين بعسر بصعوبة التعلم بس ما تكون درجة قوية، يعني هي بتختلف بالشدة وبالدرجة من ولد لولد. مشان هيك نحن كثير بنأكد على وجود مدرب فردي، يعني لازم الولد على هوا حالته نشوف هو شو عنده قدرات. دائما الله وقت يحرم ولد من موهبة بيعطيه موهبة تانية، يعني هو مثلا اللي عنده ديسلكسيا اللي عنده عسر القراءة بيكون عنده يعني السمع عنده ضعيف مثلا، نعتمد اكثر على العكس، بصري عنده ضعيف نعتمد اكثر على السمعي. نعم. مثلا الديسفيزيا بالعكس نعتمد اكثر على البصري، بيصير هو الولد بيتعلم الحروف بعدين بيتعلم الحكي. يعني بتنعكس العمليه حسب هي حاله الطفل. بقى كثير بتعتمد على حاله الطفل، ما فينا نعمم، كل ولد بحالته حالة خاصة. بيندرس بيتشخص بيشوف شو هي قدراته قد ايه نسبه ذكائه على شو بدنا نعتمد لحتى نبدا العمليه التعليميه. واهم شيء اهم شيء نحن اذا بلشنا بكير ما نصل لحاله الفشل الدراسي، نقدر نخلي الولد بمدرسته اكثر قدر ممكن اذا كانت طبعا الحاله مو شديده، ويكمل لحتى يصل لمستوى تعليمي مقبول. كثير من الامهات سترانيا بيسالوا شو السبب ليش هي صعوبات التعلم، هل هي وراثيه، هل هي خلقيه، ما هل هي نتيجه يمكن ضغط مجتمعي ما، عدم رعايه، شو ممكن يكون السبب بصعوبات التعلم؟ وراثي 100%. كل شيء بحوث جديده اكدت انه بتجي بالشباب 4 مرات اكثر من البنات.
هي اكيد اذا صعوبه تعلم، نحن ما عم نحكي عن نقص الاكسجه بالولاده، انا عم بحكي كصعوبه تعلم، هي خلل عصبي بالدماغ. يعني انا تخيلي عندي كمبيوتر جديد بياخذ العقل بس المعالج تبعه منزوق، يعني المعالج اللي بياخذ المعلومات بينظمها بالكمبيوتر عندي في خلل بالمعالج. هذا نفس الشيء اللي هو صعوبه التعلم، نحن بنرجع بنعمل معالجه للمعلومات وبنقدمها للطفل جاهزه وبنحاول نبني معه المعلومات خطوه بخطوه لحتى يقدر يكتسب المعلومه. نعم. طيب خلينا نحكي اليوم، قلتي حضرتك اهم دور هو دور الام ودور الاسره بشكل عام، المراحل اللي لازم تبلش فيها وقد ايه ممكن هي كمان بحاجه يمكن لبعض الدورات او الارشادات لحتى تقدر تتعامل مع الطفل صعوبات التعلم. هلا الطريق كثير كثير طويل، يعني اهم شيء انه الولد لما يكون عنده صعوبه تعلم اهم شيء انا حكيت لك يعني التشخيص المبكر، دائما دور العيله كلها كثير مهم. لانه لما يكون عندك ولد في صعوبه تعلم بالبيت هي عبء كبير على كل العيله، على الاب والام لانه بيحسوا بالذنب وبالمسؤوليه اذا هن معترفين طبعا بالمشكله، انه في عندهم مسؤوليه وشعور بالمسؤوليه انه بده يقدموا لابنهم احسن شيء لحتى يقدر يطلعوه من هالمشكله. وكمان دور الاخوات كثير مهم، لانه الاخوات حيشوفوا انه مثلا في اهتمام بهذا الاخ اكثر من البقايا، بيصير شويه غيره، بيصير عندها مشكله. والثالث كمان عندك العبء المادي، لانه هذا الولد لما يكون عنده صعوبه حياخذ دروس اكثر، حنضطر نجيب له معالجين اكثر، حنهتم فيه اكثر، حنشتري له كتب اكثر، حنشتري له برامج لتساعده اكثر، كل هذا عبء على العيله بصراحه. استرانيا انت بتقولي انه احنا بمرحله الخطر على الطفل، ونوهتي يمكن لاهميه انه احنا ما ندخل بالفشل الدراسي، هذا الشيء يمكن يلي اكيد ولا حدا بالعالم بيتمنى انه يوصل له. انت بتقولي نحن هلا بمرحله خطر، وانت بتقولي نحن ببدايه المشكله والحل اسهل واسرع. 5-6 سنين هي بدايه المشكله والحل لساعتنا بايدنا، والولد لسه متجاوب مع المعلومه وحابب يتعلم، حبه التعلم يعني مزروع بكل واحد فينا. كل ما بنتاخر اذا صرنا لسن المراهقه الولد صار عنده مشاكل ثانيه، صار عنده مشاكل المراهقه، صار عنده الهرمون، صار عنده فقد الامل انه هو يكون متميز، ما عاد عنده حب للتعلم، فقد هالحب للمعلومات. فانا دائما بقول المراهقه هو اصعب شيء، يعني انه نبلش نحل المشكله بسن المراهقه يعني صعب. متاخرين كثير بنكون متاخرين. هالست سنين كثير مهمين، من الستة ل 12 ست سنين، يعني مدة كتير طويلة بمرحلة النمو تبع الطفل وكتير مهمة بالتعليم. طيب أبرز خليني أقول أدوات أو أساليب العلاج المتبعة لصعوبات التعلم، وخصوصا مثل ما قلتي أنه في أكثر من جهة، يعني في اختصاصي، في الأهل، في دكتور، فخلينا نحكي كيف بيتم العلاج. هلأ العلاج هو طويل وعلى النفس الطويل، لازم نعرف انه صعوبة التعلم هي إعاقة تدوم مدى الحياة، يعني هي مو شغلة عالجناها اخذ كم كورس تحفيزي كورس خلص، لا، هذا الولد بده يتعلم يتعايش مع المشكلة اللي عنده. بقى نحن بنعلمه انه اول شيء يحصل على الأساسيات، انه يكون قادر على القراءة، يكون قادر على، نحن كثير بنأكد على الجهة النفسية للطفل، لأنه نحن بهمنا الولد يكون مرتاح، نفسيته مرتاحة. في كثير عالم ناجحين بالحياة العملية وما عندهم قدرات دراسية، يعني ما عندهم شهادات عالية، وبالعكس في عالم عندهم شهادات عالية مو ناجحين بالحياة العملية. بقى نحن كثير بنأكد انه الولد اول شيء ياخذ الاساسيات ويكون شخصيته متفتحة، متغلب على مشكلته نفسيا ومعنويا، انا عندي مشكلة بس قدران اتخطاها، ويكمل حياته بشكل طبيعي. نعم. أكيد نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، نتمنى فعلا يكون في حالة الوعي عند كل الأمهات يلي يمكن هن الأقرب اليوم لأطفالهم، وهن يمكن المرافقينهم بكل تفاصيل حياتهم، الأقدر يمكن على ملاحظة هاي التفاصيل. فأكيد أكيد نتمنى يكون هذا الوعي عند الجميع، حتى لو الأمور المادية شوي صعبة يكون في تعاون كتير كبير بين المدرسة. بوجود الإنترنت وبوجود اليوتيوب أنا بظن يعني ما في حجة، في كثير شغلات عم نقدر نلاقيها وتساعدنا. تمام، شكرا كثير لك. شكرا لك لوجودك معنا رانيا زين الدين، وماجستير في صعوبات التعلم من باريس. شكرا لك. الله يخليك. شكرا.
اما هلا سما بننتقل الى تراث وابداع الشعار يلي احيته مديريه الثقافه بدرعا باولى ايام الثقافه السوريه، والذي ضم فقرات ثقافيه متعدده شملت معرض الكتاب اضافه الى احتفاليه ضمت فقره شعريه بدويه. خلينا نتابع التفاصيل بالتقرير التالي. شعار تراث وإبداع أحيت مديرية الثقافة بدرعا أولى أيام الثقافة السورية، والذي ضم فقرات ثقافية متعددة شملت معرض الكتاب الذي ضم تشكيلة واسعة من الكتب المسرحية والشعرية والسير الذاتية لأهم الملهمين والقصص والروايات، إضافة إلى احتفالية ضمت فقرة شعرية بدوية نبطية. برنامج الفعاليات المشاركة باحتفالية وزارة الثقافة بها المناسبة هو برنامج متنوع في العرس الحوراني، بالإضافة لذلك الأغاني التراثية في كل المواقف اللي في الحصاد في أي موقف كان، فيعكس حالة تراثية عاشها الإنسان السوري في منطقة حوران. أيضا اليوم كمان شاهدنا فرقة المهرة السورية. مشاركتي في قصيدة نبطية اسمها حوران الطيب، هذه اللغة الأصيلة التي نتحدث فيها في حوران، وهذا الشعر التراثي الجميل الذي ورثناه عن أبائنا وأجدادنا. رسوم ولوحات فنية شارك بها العديد من الفنانين التشكيليين في محافظة درعا ضمن المعرض الفني في المركز الثقافي. هنا شارك مجموعة من أعمال الفنانين، عبارة عن 8 فنانين من أعضاء المكتب 2 والباقي فنانين تشكيليين عبروا عن كافة المدارس الفنية. طابع التراث الحوراني غلب على الأهازيج والأغاني التي شارك بها فرق من محافظة درعا وفرقة المهرة السورية، والتي سبغت الأجواء بأغاني ورقصات استعراضية بأداء يذكر بعمق الثقافة والتراث السوري الأصيل. نوعنا بين الأغاني البدوية وعملنا قسم خاص خصوصي بالأغاني اللي هي خاصة فيها محافظة درعا، مثل أغنية لوعتني بالهوى، وعملنا أغنية للجنوب. فرقة كوران نقابة الفنانين قدمت لوحة فنية تراثية من تراث حوران تتحدث عن العرس الحوراني. الأغاني هي تراثية، أغاني من تراث حوران بشكل خاص، وشاركوا أكثر من عازفين وأكثر من أصوات. احتفالية أيام الثقافة السورية تسهم في كل عام في إنعاش المسارح السورية وإعادة الجيل ليفكر، لينتج، ليقرأ ويبدع. مرح المقداد، الإخبارية السورية، درعا. أما هلأ فرح اللي حروح لمحطتنا التالية، بنسمع كتير عن الشخصية القوية، كل الناس بتتمنى أنه تكون هي من أصحاب الشخصية القوية. أكيد سلمى، لما بنكون عنا شخصية قوية قادرين يمكن يكون لنا الحضور المميز، قادرين نفرض احترام ومحبة بنفس الوقت، ونكون بعيدين قد ما بنقدر عن اللي مثل ما بنسميها بحياتنا العادية ومصطلح الوقاحة للأسف، يلي في ناس بتخلط بين المصطلحين. صحيح، وهذا يمكن الأساس اللي رح نحكي عنه اليوم، كيف الشخص ممكن يكون صاحب شخصية قوية عن جد، يعني مثل ما بيقولوا مو وقح، أو هو مثلا في ناس تقول مغرور، شايف نفسه، ما بيحب يحكي مع العالم، بيتعالى عن العالم. في كتير فروقات بين أنه شخص يكون قادر يعرف مواصفاته ويتحكم فيها وبين أنه هو يكون شخص سيء بالتعامل. كل هاي التفاصيل رح نتعرف عليها أكثر مع ضيفنا أستاذ محمد خير البابيدي، خبير بيئة التنمية البشرية. سعد صباحك وأهلا وسهلا. سعد صباحك سلمى، يسعد صباحك فرح، يسعد صباحك وأنت طبعا كادر هذا البرنامج، والصباح الأجمل والأحلى لمشاهدين أينما كان. صباحك عن جديد أستاذ. اليوم لما بنحكي عن هذا المصطلح اللي هو من أجمل المصطلحات، خلينا نقول كلياتنا بنطمح وبنحلم أنه يكون عندنا الشخصية القوية المؤثرة، خلينا نعرف شو هي الشخصية القوية، كيف منفرق بينها وبين الوقاحة؟ طبعا الشخصية القوية أو الشخصية خلينا نقول هي من أجمل الشخصيات أو نقول المميزة، هي اللي بتعرف ما تريد، المتوازنة بمختلف الظروف، بتعرف أي عمل بتقوم فيه، أي نقاش بتسيره
ماذا أريد من هذا النقاش؟ لذلك بتشوفوا دائما الأعصاب منقول باردة ما في ضوجان، ويستخدموا كثير هذه الشخصيات في فن الحوار والتفاوض، لأنه تلاقي مثلا صعب أنك تستفزي، صعب أنك تزعجي، ما عنده استقلالية شخصية عن الآخرين، ما هو رهينة للآخرين، يعني عاطفيا ما هو رهينة للآخرين. طبعا هلأ قالت سلمى بالتقديم أنه مثلا كن مثلا بعيدين شوي عن الوقاحة أو كذا. الشخصية القوية هي اللي بتكون الظاهر منبعه الداخل، منبعه الثقة بالنفس، منبعه ما لدينا من معلومات، منبعه ما لدينا من إنجازات، منبعه ما لدينا من ميزات. لكن عندما يكون الداخل فاضي تمام وأنا ما عندي هذه الأمور وبحب أني أظهر بصراحة قوي لأثبت وجودي، يمكن منفوت بهذا المصطلح اللي قالته سلمى. طب أستاذ محمد، خلينا اليوم نقول في كثير ناس ما بتعرف أو ما بتقدر تقيم المشكلة اللي هي عم بتمر فيها، وهون المحيط بحس بهذا الشيء أكثر. كيف بنفرق بين أنه هذا شخص قوي أو هو فعلا شخص مثل ما قلنا وقح أو غير مبالي يعني؟ طبعا الشخصية القوية المؤثرة يعني بتحسيها متوازنة، بتحسيها بتحكي الكلمة اللازمة، بتحسيها عم تسعى من خلال حديثها، من خلال عملها، من خلال نقاشها، من خلال حوارها إلى هدف هي بتعرفه. هلأ الشخصيات الأخرى اللي ما عندها هذه القوة بتلاقيها عم تدور بحلقة مفرغة. يعني مثلا هلأ فرضا نحن الآن بأزمة معينة مثلا، تمام، هلأ إذا أنا بدي أقعد أشكي وا إلى آخر، طب أنا لشو بدي وصل؟ لاحظتي كيف بيسأل حاله أنا لشو بدي وصل؟ حوصل لنفسية تعبانة، حوصل لعجز، حوصل ممكن لحالة نفسية سيئة، بيشتغل هون ساعتها قانون الجذب فبيزداد السوء عندي، فلذلك ما بيفوت بهذا المجال. فبيشوف مثلا حتى مثلا بالعسر في ميسرات، بيركز على الميسرات لأنه أنا بدي الهدف. أنا مثلا الآن بحوار، أنا حاطت هدف لهذا الحوار، هذا اللقاء أنا حاطت هدف لهذا اللقاء، أنا في عندي مثلا نقاش معين حتى بالبيت مع الزوجة مع الأولاد، أنا في عندي هدف، فبتلاقيني ما بضوج عنه، ما بحاول أني والله عيط، ما بحاول أني صرخ، ما بحاول أني أصنع أزمة وينتهى الحوار، أنا ما بوصل لهالمرحلة هي. فبتلاقيني منضبط متوازن، ممكن الآخر يفرغ طاقته وبرد بقى بعد مرحلة تفريغ الطاقة، ممكن أنا ألعب بقى بالملعب عنده. لذلك بتحسي عنده خبرة. وبرد بقلك هذه الشخصية القوية ما هي برستيج ظاهري، هي بتكون المنبع الداخل. مثل ما قلنا لابد أنه الإنسان يكون عنده خبرات، لابد يكون عنده اطلاع وثقافات، لابد يكون عنده هدف واضح بهذه الحياة، وأيضا الإنجازات ضرورية لأنه بتساعده على التوازن وبتساعده على فن مثل ما منقول السيطرة على الأعصاب. تمام، بس اليوم كمان أساس في كثير من الأشخاص ممكن عندهم إنجازات كثير مهمة بحياتهم محبوبين، لكن للأسف شخصيتهم ضعيفة لأسباب يمكن متعددة، ما بدنا كثير نفوت بالتفاصيل. هدول الأشخاص اللي هن على دراية كاملة بهي المشكلة وحابين يكتسبوا شخصية قوية، شو بتنصحهم؟ طبعا الشخصية الضعيفة رغم أنه مثلا في إنجازات في إلى آخره، هي بترجع ربما للتربية. يعني التربية بتكون خاطئة، التربية بتكون فيها عن طريق تكسير الشخص مثلا أو إهانته أمام أقرانه، أمام الأسرة، أمام رفقاته، هي يعني مثل ما نقول إحنا بين قوسين مصيبة. ممكن كمان الصدمات، الصدمات ممكن كمان لأنه إنسان تهزه، عرفت علي كيف، تخلي مثلا الشخصية ضعيفة. ممكن الشخصية الخجولة المبالغ بالخجل، هو عنده إمكانيات وعنده ميزات بس الخجل تبعه مظاهره أنه ضعيف، فالخجل محمود إلى حد معين. هلأ أنا بنصح هؤلاء دائما، أنا بقول أنت إذا بدك تاخد شخصية معينة تمام عاشر أصحابه. يعني أنا ممكن أني مثلا خالط هؤلاء الناس المتميزين، يعني ما أكون محصور بالبيت، ممكن فوت مثلا من خلال دورات، من خلال نوادي، من خلال منظمات، شوف ناس محاضرين، ناس مثقفين، ناس متعلمين، ناس محاورين، لاحظت كيف، ناس مثلا إعلاميين متمكنين. أنا مثلا ممكن أكون مثلا أنا بخاف بالكاميرا مثلا، بشوف مثلا ناس بالإعلاميين متمكنين يتعاملون مع الكاميرا وكأنه شيء لطيف وعادي وكذا، بمخالطتهم ومعاشرتهم ومراقبتهم أنا بكتسب. مثل ما قلنا نحن الإنسان بيكتسب
خلال النظر، من خلال السمع، من خلال الرؤية، من خلال البصيرة بيكتسب هذه الشخصية. فأنا بقول لك حيد عن الشخصيات مثلا العصبية، الشخصيات اللي كلامها غير لائق، الشخصيات اللي بصراحة تتفاخر بالأشياء السلبية، لأنه أنت ممكن تتأثر منها. دائما احنا الإنسان ابن بيئته، ابن محيطه، فبتشوفي مثلا مثل ما بنقول شو بيقولوا مثلا ابن الفنان فنان، نعم. ابن اللاعب لاعب. ليش؟ لأنه هذا المحيط طبعه، وابن الواثق كمان هو واثق. هي الفكرة، أني أنا أوجد هذا المحيط يلي بيعطيني الشخصية اللي بدي إياها. كثير ناس مثلا هي بشخصيات هي متضايقة بلك أنا عصبي بنرفز كلامي ما بحسن توازن، أي إنسان شوف أنت المعشر تبعك هو من هذا النوع، فلا ممكن تطلع لمعشر آخر مثل ما قلنا عن طريق النوادي، في نوادي، في معاهد، في دورات، في إلى آخره، ممكن يكتسب هذه الصفات وتصير أصيلة فيه ربما أكثر من الصفات الأولية. طيب أستاذ محمد، خلينا نحكي كمان اليوم عن عوامل هامة بتساعدنا بتدعيم الشخصية القوية. مثل ما قلت حضرتك هي شخصية مكتسبة بكثير من الأوقات، أو في ناس كمان ممكن تأخذها من المحيط تبعها، ولكن بنشوف أحيانا الناس اللي شخصيتهم قوية ما بيقدروا يتعاملوا مع الكل بنفس، بيقول لك ما عم يفهموا علي، ما عم يعرفوا يتعاملوا معي. هل بيعاني صاحب شخصية قوية من بعض الآثار الجانبية بالتعامل مع الناس؟ هلا الشخصية القوية ممكن إنه الناس ما تفهمه، يعني هلا ممكن يكون صاحب شخصية قوية لكن ربما هو لا يجيد أو ما معه وقت بصراحة إنه يأخذ ويعطي، لاحظتي كيف؟ فبيعطي الموضوع بشكل أمر، فالناس ممكن تتآلم إنه تقول هذا مغرور شايف حاله. مو هو مغرور شايف حاله، بس هو بصراحة شايف مثلا الشيء اللي أنت مالك شايفه، فهو ما عنده الوقت انه مثلا يشرح لك ويفاوضك لا مثلا رب الاسره القوي مثلا شخصيته القويه اللي عنده الكاريزما اللي عنده الحضور، يعني غالبا مثلا بيقول له لا تساوي هيك مثلا، او المدير لا تساوي هيك، لاحظت كيف؟ هلا هو بيكون قرار صائب لانه هو بصراحه يعني عنده الخبره وعنده الشخصيه اللي بتصدر هذا الامر، لكن ما عنده الوقت انه والله لكل انسان بقى اجيب اشرح له وساوي لاحظت كيف؟ فهذا أمر آخر. فممكن أنه يتخذ مثلا أنه والله شايف حاله مغرور، يعني صارم كذا، تطلق هذه العبارة. هو لا مو هيك، هو مو هيك، فقط أنه هو بصراحة شايف الشيء اللي أنت مالك شايفه وما عنده وقت أنه يأخذ ويعطي بهذه الأمور. إذا بدنا نحكي نحن عن الأشخاص كآباء، إذا بدنا نقول بداخل المنزل وهني أصحاب القرار الأول والأخير، إذا كانت شخصيتهم كتير قوية، ده بتشوفهم المفروض لحتى نحن نورث أو نعطي هي الصفة الحلوة لأبنائنا من الشباب أو حتى الصبايا، نفهمهم يمكن كل موقف ليش نحن تصرفنا هيك، مشان يمكن لحتى لأنه بفترة المراهقة اللي هي فترة كتير صعبة ممكن الأبناء يعتبروها نوع من النرجسية الأهل، نوع يمكن من سيطرة الأب، وهي الصفات اللي ما بيحبوها المراهقين نهائيا. طبعا أنا بدي أقول للآباء للأمهات، الشخصية القوية لا تعني القسوة، نعم. لا تعني والله المنع لمجرد المنع، لا تعني السيطرة. الشخصية القوية بالعكس ضمن الأسرة ضمن الإدارة بتكون محببة، لاحظت كيف؟ يعني بتشوفي انه حتى لو مثلا منعته امه بس هو بيحبها لانه بيعرف انه هي لمصلحته. هون القوه انك انت تقنع الطرف الاخر انك انت قويه لمصلحته مو عليه، لاحظت كيف؟ انه طبعا هي من تجي بتجي نتيجه الخبره. هلا انا بشوف والله مثلا والدي او والدتي مرقوا بمراحل صعبه ولقيتهم متوازنين، مرقوا بازمات ما لقيتهم مهزوزين، بالاخير يعني لقيت بعيوني وشفت انه والله هن وجهه نظرهم هي الصائبه، انا اجمالا صار في لي ثقه فيهم، فوقت بيعطوني الامر حتى ولو ما فهمته بعرف انه هن يا اخي عندهم هذه الخبره وعندهم هذه المعرفه. انا بدي اوضح للناس الشخصيه القويه لا تعني اني انا اكون قاسي، لا تعني اني انا اكون يعني عصبي او والله العصايب ايدي، او بالعكس هذا الضعيف ليس الشديد وبالسرعه، مين الشديد؟ نعم. الذي يملك نفسه عند الغضب. الشخصيه القويه يلي بتلاقيه هادي، يعني بتشوف اثنين مثلا عم يتحاكوا واحد ضار وسب وكذا والثاني بتلاقيه مثلا متوازن او عطاه، هذا القوي وليس ذاك. نعم. هذاك نتيجه ضعفه، ضعفه بده يستر الضعف بالصوت العالي. نعم. هلا بتشوفي مثلا اثناء الحوار الغير متمكن بتلاقيه بيرفع صوته،
بيحاول يطالعك من المجال، بيحاول يساوي الحوار، ايوه انه موضوع شخصي. نعم. لاحظت كيف هذا دليل ضعف، لانه الصراحه من داخل فارغ. الثاني بتلاقيه ابدا متمسك تماما بالحوار ومتمسك بالهدف، لانه صراحه عنده شيء مخزون هو اللي، وبالنهايه هو اللي بينتصر، هو اللي بيثبت وجهه رايه. يعني معلومات مهمه جدا، نتمنى الكل يكون استفاد منها. بدنا نشكرك استاذ محمد. أهلين سلمى، أهلا وسهلا. شكرا كثير طبعا لكم على هذا اللقاء الجميل، ولكادر هذا البرنامج دائما، ومرة ثانية وثالثة ورابعة الشكر الأكبر لكل مين تابعنا. شكرا لك، وقت نهار حلو يا رب. أما هلأ ننتقل إلى أنشطة وفعاليات متعددة نظمتها مديرية الثقافة بإدلب احتفالا بأيام الثقافة السورية، حيث أقامت حفلا غنائيا تراثيا بعنوان تراثي هويتي. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي. أنشطة وفعاليات منوعة نظمتها مديرية الثقافة بإدلب احتفالا بأيام الثقافة السورية، حيث أقامت حفلا غنائيا تراثيا بعنوان تراثي هويتي، قدمت فيه فرقة ليالي الطرب أجمل الأغاني التراثية السورية. هلأ بالنسبة إلى أيام الثقافة، قامت مديرية الثقافة بإدلب بإعداد ورشات عمل الأطفال ونتج عنها المعرض. هالمعرض يعني بيبشر بجيل من الفنانين التشكيليين الأطفال، يعني فينا نقول أنه يرقى للمستوى الممتاز من خلال الأعمال اللي قدموها. كان كل عمل عم ينبض به نوع من التميز، سواء رسم أو تلوين أو مضمون. ضمن احتفاليات أيام الثقافة السورية، أقامت مديرية الثقافة بإدلب مجموعة من الفعاليات والتي استمرت على مدى 3 أيام. بداية كان الافتتاح هذه الاحتفالات بإقامة حفل فني تراثي تحت عنوان تراثي هويتي، واليوم تم افتتاح معرض فن تشكيلي من نتاج عمل الأطفال، والتي تم إنتاجها من خلال العديد من الورشات التي أقيمت في مديرية الثقافة. كما تم افتتاح معرض فن تشكيلي من نتاج عدد من الأطفال المبدعين الذين شاركوا في ورشة الرسم التي أقامتها مديرية الثقافة لتعليم الأطفال وتشجيعهم على الرسم وتشكيل أفكارهم ضمن لوحات فنية. عملنا ورشة للأطفال مشان يعبروا فيها عن مشاعرهم، عن إحساسهم بالواقع بشكل حلو وجميل، يسقطوه على الورق يلونوا، ومشان كمان تنمية مواهبهم، تنمية الأفكار عندهم. رسمت عن رسوم متحركة اللي بتابع الأطفال على التلفاز. طبعا هي بتعني إنه لقيم أخلاق، بتنمي قيم الصداقة عندهم. أنا الرسم عندي أهمية كبيرة كتير بحياتي، وأنا شاركت برسمات عديدة بهذا المعرض، وشاركت بورشة الرسم المعرض عشان أرفع اسم بلدي وأرفع علم سوريا عالي. أنا شاركت مرتين بالرسم، وهذول هنا رسمات رسمت أنا عن وحدة رفع علم سوريا وعن شوية تعاون مع العصافير. مديرية الثقافة بإدلب مستمرة بتقديم مختلف الأنشطة الثقافية احتفالا بأيام الثقافة السورية، وستختتم هذه الفعاليات بعرض فيلم سينمائي في مدينة خان شيخون. حسام الشاب، الإخبارية السورية، مدينة حماة. ما هلا رح نروح لآخر محطاتنا فرح، وحنحكي عن النظام الغذائي الصحي والمكملات الغذائية. في كتير ناس بتتوقع أنه النظام الغذائي كافي، وأنه هي بتقدر تأخذ شو بده الجسم من خلال هذا النظام، إلا أنه بعض المشاكل الصحية تحتاج للمكملات الغذائية اللي في بعضها صناعي وبعضها طبيعي. ولكن هل الجميع بيقدر يتناول هاي المكملات الغذائية، وهل هي لوحدها كافية؟ خلينا نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفتنا خبيرة التغذية رغداء جابر. يسعد أوقاتك، وأهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. اليوم مصطلح المكملات الغذائية هو المصطلح الرائج مثل ما بدنا نقول، خلينا نعرف شو هي وأنت نحن بنقول نحن بحاجة مكملات غذائية. هلأ المكملات الغذائية هي بتنقسم لقسمين، مواد كيميائية مصنعة ومواد طبيعية. هي عبارة عن فيتامينات، معادن، ألياف، أحماض دسمة، أحماض آمينية، كلها بحاجتها الإنسان.
وغالبا ما عم ناخد احتياجاتنا من الغذاء الكامل بسبب نقص المعادن بالتربة من الأصل، لأنه على تكرار زراعة التربة ممكن أنه تنقص من المعادن، يمكن الوضع الاقتصادي شوي، كتير أمور خلينا نحن ما ننتبه، أو سرعة الحياة والأكل الجاهز وهي الأمور تخلينا ما ننتبه لتفاصيل صغيرة أني أنا أخذ فعلا مكملات الغذائية من غذائي بس مكملاتي. فنحن بحاجة دائما لمكملات إضافية. هون نحن دائما ننصح هلا بهي الفترات نرجع شوي للطبيعة، يعني نترك الكلية والكبد يرتاحوا شوي من الأدوية الكيميائية. فدائما نحن بننصح أن نحن نفوت بقى على الطبيعة، نرجع شوي للطب العربي، للطب القديم. يعني هو هلا الغرب هو كله متوجه له، صاروا كتير بعيدين عن الأدوية الكيميائية، عم يتوجهوا للأعشاب، للمكملات الطبيعية، لهي الأمور. فنحن شوي نرجع لهي المواضيع، لأنه كثرة الأمراض بشكل كتير كبير بسبب كل شيء، تلوث الهواء والماء والتربة. فنحن بحاجة أن نحن نرجع شوي للطبيعة، للفطرة الأساسية لجسم الإنسان. في مكملات كتير طبيعية يمكن اليوم نحن أول مرة حنسمع فيها هون بمجتمعنا، هي من يعني منتشرة كتير حول العالم، بس هلا يعني نحن بلشت الثقافة شوي شوي تفوت عليها علينا. هلا في عنا كتير مكملات، مثلا في عنا سيبرولينا إذا سمعانين فيها، هي عبارة عن بكتيريا أو طحالب بيجي لونها الأخضر المزرق. هي المكملات كتير كتير رائعة، يعني حتى وزارة الصحة العالمية سموها سوبر فود. أنا باخد احتياجاتي الكاملة من الأحماض الأمينية، باخد احتياجاتي من مجموعة البي 1 بي 3 بي 6 بي 12. نحن بحاجة لنقوي الأعصاب، الفيتامين سي، الفيتامين اي، فهو منقي جيد جدا للأكسجين، بيوصل الأكسجين بالدم تمام. فبتحسيه هو فعلا مكمل رائع، اني انا عم باخذ كل شيء معادن او فيتامينات او احماض امينيه انا بحاجتها. حتى الرياضيين بلشوا يستخدموها كمكمل طبيعي للبروتين بدل ما ياخذوا. له اعمار محدده او اي شخص ممكن يقدر ياخذه؟ اي شخص فيه ياخذه، بس دائما بدنا نكون حذرين، يعني دائما الزياده من اي شيء ممكن انه يسبب لي مشكله، خصوصي امراض الكلى. امراض الكلى كثير حذرين وقت بنكون عم نعطيهم اي مكمل غذائي، فلازم نحن المعايير تكون كثير بسيطه. في عندنا كمان مثلا الراعي، مثلا هاد طفل، هاد كبير، هاد رياضي نشاطه جيد. بس بنفس الوقت لازم ننوه على موضوع، انا دائما باخذ الدواء وما باخذ السم معه. يعني مو معقول انا عشوائيه بحياتي، باخذ سكريات نشويات بشكل عشوائي، ما بتحرك غذائي، وباخذ مكملات طبيعيه لتنقي لي السموم وتنقي لي الهواء، يعني ما بتزبط. دائما لازم انا اكون يعني لو 80 90% من حياتي صحيه، نجي عم ناخذ نحن المكملات. فهو الجسم شو بده؟ نحن بدنا نعطيه مكملات، نعطيه فيتامينات، معادن، هي الاحماض كلها، ونطلع السموم من الجسم، فأنا بصير إنسان كتير جيد. من ضمن المكملات كمان في الفطر الريشي، جانوديرما اسمه، يعني عالميا هيك اسمه، بس عندنا بالبلاد العربية الفطر الريشي. هو الفطر الأحمر، هو كمان فطر من الفطور النادرة بس رائع جدا، بيطلع لي السموم من الجسم. يعني هو وظيفته الاولى انا طلع لي كل شيء سموم انا مراكمته بجسمي، معادن ثقيله او ملوثات من الهواء او من الماء، فهو عم يطلع لي السموم من الجسم. حيفوت على الخليه يصححها، يصحح الخليه، يرجعها لهيكلها الاول. حيطلع لي مثلا انه انا شو عندي، مثلا عندي ضغطي طالع، هو حينظمه. يعني عندي طالع حيزبطه، عندي نازل حيزبطه، كان ضغط، سكري، أي مرض كان أو أي خلل بوظيفتي، بالوظائف المناعية. بتلاقي في كتير أطفال ممكن أنه تتعرض لأمراض كتير خصوصي بالشتاء، تنزل المناعة عندهم. فهو يعني مثل إكسير الحياة خلينا نقول، كتير جيد ورائع، متوافر في سهولة
بسوريا لا الحقيقة. نحن يعني بنتمنى كثير وعم نطالب انه نخلي هاي المتممات الطبيعية تنتشر عنا بالبلد. طب شو الموجود عنا مشان الناس اللي عم تسمعنا؟ هلا المشكلة كل اللي عم نحكي فيه نحن متوفرين بس يعني مو عنا الحقيقة. فيمكن هلا نحن الحصار اللي نحن فيه هو السبب، لانه هو دائما هي اعشاب او فطريات نادرة، يعني شركات متخصصة قليلة كثير عالميا هي اللي عم تصنعه او عم بتساوي للاستهلاك البشري. فنحن بنتمنى كثير انه نحن نضبط هذا الشيء، اما نصنعه عنا مو نصنعه يعني نجيبه نستورده او نزرعه حتى عنا نستخدمه، نلاقي اي طريقة نخلي الحياة شوي ترجع للطبيعة. من ضمن كمان الفطور الجيدة فطر عرف الأسد كمان، هي نحن يعني كلها نحن مصطلحات صلى أكثر من 10 سنين، بس نحن شوي شوي هلأ عم بلش الناس توعى عليها، عم تحب ترجع للطبيعة. عرف الأسد شو بيعمل؟ هو لتركيز الدماغ، الذاكرة، الإدراك، الأعصاب. تلاقي وقت بيكون في عنا أمراض مثلا تابعة للأعصاب، تلوح تصلب لويحي أو مشاكل اعتلال أعصاب أو كل شيء بيخص الذاكرة والدماغ والأعصاب، فهو فطر عرف الأسد. في عنا كمان الكورديسيبس كمان من الفطور كتير جيدة لانضغاط الفقرات، للمشاكل العصبية، مشاكل المفاصل اللي بيصير هلأ عندهم كتير مثلا نشفان بالركب بيقولونا، أو السائل المحيط بالركبة بالغضروف، كل هاي كمان بيعمل لي ترميم إلها. طب برأيك هل من الممكن أنه تكون بعض المكملات هي ضارة لبعض الأشخاص؟ وقديه مهم اليوم يمكن أي شخص قبل ما يتجه للمكملات الغذائية يعمل الفحوصات والتحاليل الكاملة اللازمة ليشوف يمكن شو عنده نقص وشو هو بحاجة؟ تمام. هلا وقت أنا بنحكي هذا الكلام عن المواد الكيميائية اللي نحن بنصنعها، وقت بيكون الشيء طبيعي لا دائما بيكون في أمان أكثر، بس المبالغة هي اللي ممكن تضر. يعني مثلا مثل السيبرولينا اللي حكينا عليها هي بكتيريا وفطور أو طحالب، بس وقت زراعتها أو هي محل ما بتعيش ممكن يكون في بكتيريا كمان غير يعني ضارة. فممكن انه اذا الشركه المصنعه لها او اللي هي بتشكلها على شكل حبوب او بودره او هيك ما فصلت البكتيريا الضاره عنها، فممكن تعمل لي سميه. لهيك نحن كثير بدنا نعرف المصدر اللي عم ناخذه منه، بدنا نشوف الشركه اللي عم ناخذ منها هي فعلا شركه محترمه مراقبه من وزارات الصحه ببلادنا او باي بلد ثاني. فكثير بدنا نكون دقيقين. كمان كتر كتير كميات كبيرة من السبرولينا ممكن تضر لي البكتيريا النافعة اللي بالمعدة، فكمان هون فتنا بدوامة تانية. مرضى الكلية مثل ما حكينا كتير بدنا نكون دقيقين معهم. مرضى الكبد بالعكس الفطر الريشي هو حينظف لهم الكبد لأنه هو مهمته تنظيف السموم. فدائما الوسطية بكل شيء، ومثل ما حكينا كمان بدنا نبعد عن السموم لنستقبل الشيء المفيد لأجسامنا. طيب خلينا نحكي اليوم المكملات الغذائية أو الصناعية، هل هي واحدة كافية؟ يعني اليوم في كتير ناس مثل ما قلتي بتاكل نشويات، بتاكل دهون وغيرها، وبعدين بتاخد المكملات الغذائية أو الصناعية بتتوقع أنه هي رح يمشي الحال، والفترة الزمنية اللي ممكن نبلش نلمح فيها تحسن كمواد كيماوية نحن يلي بالصيدليات. هلا نحن دائما هون بدنا نكون حذرين، نحن نعرف شو النقص اللي عندنا ونكمله. يعني ما فيني اخذ جرعات عاليه وانا ممكن يكون ما عندي هذا النقص. في كثير من غذائنا فيني انا اخذ هي الفيتامينات او المعادن، بس احيانا عم بيكون في نقص معين عم بضطر اخذه على شكل مكمل. احيانا كثير نحن ما عم ننتبه لموضوع في امراض معينه هي حتسبب لي نقص بمستوى من فيتامين او معدن، فانا يعني قبل ما اصلح النقص انا بدي اصلح السبب الرئيسي لهذا الموضوع. يعني مثلا مثل مرضى السكري دائما بيعانوا من نقص
الفيتامين بي 12، الفيتامين د، دائما عم يكون عندهم نقص فيه، فانا بدي اضبط مستوى السكر لحتى يزبط عندي الباقي استفيد باي موضوع إن كان، باي مرض إن كان. نفس الشيء كثير بتلاقي اشخاص عندهم مشاكل كثير كبيره بالمشاكل بالمعده، بالهضم، بحموضه المعده، بتناولوا على طول مضادات الحموضه. هي مضادات الحموضه بالعكس حتنزل لي مستوى حمض المعده، وبالتالي هو حتى امتصاص الفيتامينات والمعادن ما حيكون بشكل صح. نعم اكيد بدنا نشكرك رغد على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ونتمنى يكون فعلا هذا الوعي موجود عند تناول المكملات الغذائيه بمختلف انواع في حال توفرت، خلينا نقول مختلف انواع ان شاء الله بنتامل يعني انه هيك نسمع صوتنا وتصير تتوفر عنا بالبلد. شكرا لك لوجودك معنا. اهلا وسهلا. اكيد سلمى لهون كنا وصلنا لنهايه حلقتنا بضيوفها المتنوعين، نتمنى نكون قدرنا نجاوب على كل اسئلتكم. موعدنا بكره بافكار جديده وضيوف جداد. تبقوا بخير، نهارك حلو سلمى. نهارك حلو فرح، ونهار حلو لكل مشاهدينا وين ما كان تابعونا برحلتنا الصباحيه. لا تنسوا تشوفوا بعض المقتطفات على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الاخباريه السوريه وصباحنا غير. ضلوا بالف خير، باي باي.